ساد آخر بطريقة أخرى. طبعا يعني اللي بيتقال إن الأحداث دي حصلت في فترة 2011، أعلنت دار سوثيبي للمزادات العالمية في لندن عرض العديد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية للبيع في مزاد علني يوم الثلاث بكرة إن شاء الله. وقد رصد دكتور حسين دقيل الباحث المتخصص في الآثار من ضمن القطع 48 التي يعرضها المزاد توجد 15 قطعة آثار مصرية نادرة جدا يبلغ سعرها بالمزاد 935 ألف جنيه استرليني، وإن القطع المعروضة للبيع يبدو عليها أنها ناتج الحفر خلسة الذي زادت حدته بعد فوضى يناير 2011. وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكا خاص لمصر. في الحالة دي الناس بتحاول إن هي يعني تحت بيتها، يتهيألي لغاية دلوقتي يعني في ناس تقعد تحفر وتشوف في آثار، بس الحقيقة الآثار دي حقيقي ملك للدولة مش لأشخاص. ولما بتتلاقى هي طلعوا إشاعات قبل كده دول مساخيط ومن حقنا إن احنا نبيعهم، ودي فلوس يعني ما ينفعش إن احنا نحتفظ بالمساخيط. زي ما تقال في الأيام دي كانت بالذات إن هم أشاعوا إن الآثار دي حاجة كفر وما ينفعش ان احنا نحتفظ بيها وتكون تحت بيوتنا، فمن الافضل ان احنا نبيعها وهنبيعها طبعا ونكسب فيها. طبعا كل الفتاوي دي ادت الى تهريب هذه الاثار، والنهارده بيتعمل لها مزاد عشان يتباع فيها اثارنا المصريه العظيمه القيمه. حقيقه مصر جميله جدا، فيها كم اثار يعني كل شبر فيك يا مصر كله آثار وكله تاريخ وكله عظمة وحضارة وقيمة وقامة كبيرة جدا. ربنا يحميك يا مصر. آمين.